يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. العريس. طيب ندعو له كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. كما علمنا في هذه المناسبات السعيدة يجب علينا جميعا أن ندعو له للعريسين ونقول كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لهما. قولوا جميعا اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. تاني اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. ونسأل الله عز وجل أن يرزقهما بالذرية الصالحة ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين يا رب العالمين. حبيبي قصرت عليك الأمر وهو قصير، وبلغت فيك الشوق وهو غزير، وأنشأت بحسن في دولتك لها الحب جند والولاء شديد. ألف ألف مبروك. ومن قضت عليك جوانبي وما حل سواك في قلب أمير. يا أخي الله يبارك أشكرك ولا نزكي أنفسنا ولا نزكي أنفسنا، ربنا يبارك فيك يا رب ويتقبل منا ومنكم جميعا. الله يبارك فيك. تاني هذه كوس تاني أكيد بعد هتفتح نفسك وتقول يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الله يبارك فيك يا رب العالمين. ايوه يعني بس برضه يعني ايه بس الناس كده يعني عينيا مش حماده انا حاضر ان شاء الله ابو اياكم يا رب. نعم يا رب ان شاء الله بكره الصالحه ان شاء الله. الله يبارك فيك الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. شفتر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما
فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر بعد اذنكم بس معلش ننزل نهدا مع القران ونتأدب مع القران بعد اذن حضراتكم بعد اذنكم معلش معلش ماشي ما عندناش حاجه بس يعني نهدا نهدا قليلا طلع معلش معلش سيد ربنا يتقبل منا ومنكم ان شاء الله بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا سلام اللهم صل وسلم وبارك عليه. حاضر حاضر. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك
حبيبنا، اهلا وسهلا، مرحبا مرحبا، اهلا باهل القران. حاضر حاضر، انا ملك الصف واحد من علماء الازهر والقراءات هنا البلاد، انا مؤكد على راسنا من فوق، اهل العلم واهل القراءات، اهلا وسهلا. صل على النبي سيدنا محمد رسول الله. حاضر. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.